مسابقة عادية، مسابقة يعني بيسموها اب نورمال او مسابقة للناس، يعني حاجة مش واقعية خالص. شفت الاعلان بتاعها وقدمت فيها، قلت لنفسي في حد يطلع الفضاء ايا كان مين هو، مش احسن مني في شيء، فليه ما يكونش انا اللي اطلع الفضاء. واتمنى ان انا استطيع ان امثل مصر في هذا الحدث العالمي ان شاء الله، وده شيء طبعا يديني شرف كبير جدا. ثلاث مصريين لديهم الفرصه للسفر الى الفضاء بعد تخطيهم المرحله الثانيه من التصفيات في دبي ونجاحهم في الاختبارات والتحديات التي واجهتهم. خدت احسن اكتر فوتس على الانترنت كان في الاول، بعدين رحنا دبي عملنا الفاينلز بتاعت الشرق الاوسط الحمد لله وكسبنا فيها، والنهارده يوم عشان خاطر نعرف الناس كلها في مصر ان هو ان شاء الله احمد حجاجوفيتش باذن الله، عايزين دعوات للناس كلها ان هم يدعوا لي زي ما رفعت على مصر في 108 دوله، ارفع على مصر ان شاء الله في الفضاء الخارجي باذن الله. احنا الثلاثه ان شاء الله هنروح وهنتسافر مع هنتنافس مع مسابقين تانيين من جميع دول العالم، هيبقى اكتر 160 متسابق، هيختاروا مننا 13 بس هم اللي هيطلعوا الفضاء ان شاء الله. نتمنى أن يكون فيهم واحد مصري سواء أنا أو عمر سمرة أو أحمد حجاج، وإن شاء الله نقدر نعمل حاجة لمصر ونرفع على مصر فوق إن شاء الله. واليوم من خلال مؤتمر صحفي تم الإعلان عن تفاصيل المرحلة النهائية لمسابقة إكس أبولو للفضاء التي تأهل لها المصريين الثلاث لخوض رحلة الفضاء الخارجي. الثلاث متسابقين النهاردة اللي هيصعدوا للمرحلة النهائية اللي هتقام فعالياتها الشهر الجاي في أورلاندو في الولايات المتحدة، هيتنافسوا مع 112 متسابق من العالم، هيخضعوا كلهم لتجارب بدنية ونفسية. حضر المؤتمر من المتسابقين كل من أحمد خالد وأحمد حجاجوفيتش، ولم يحضر عمر سمرة نظرا لظروف سفره. اعتقد ان خبرتي الواسعه من خلال الرحلات والانجازات اللي انا عملتها خلال السنين اللي فاتت سواء في مجال تسلق الجبال، المغامره او الترحال، سيؤهلني للتعامل بشكل جيد مع التحديات النفسيه والجسديه المتعلقه بالفضاء والمسابقه دي في اورلاندو في ديسمبر القادم. احنا لولا الفضاء الخارجي ولولا الاقمار الصناعيه ما كناش هنقدر نتفرج على التلفزيونات والارسال البعيد، مش هنقدر نتكلم على الموبايل بالكلام ده. الفضاء الخارجي مهم جدا ان احنا نعرفه، لان الحرب اللي جايه بين الدول بعد كده هي حرب الفضاء. المتسابقين سيمرون بثلاث اختبارات اساسيه في المنافسات النهائيه. الاختبار الاول هو الصعود على طائرة تطير بسرعة تعادل ضعف سرعة الصوت، أما الاختبار الثاني يسمى باختبار الجي فورس، وهو اختبار لابد أن يجتازه أي رائد فضاء لقياس مدى تحمله للضغط، أما الاختبار الثالث والأخير فهو اختبار انعدام الجاذبية، إلى جانب تقييم لجنة التحكيم واختبار للقدرات الذهنية للمتسابقين. وبالتأكيد نتمنى كل التوفيق للمصريين الثلاث وتحقيق حلم رفع علم مصر في الفضاء للمرة الأولى. وليد فريد، ممكن.